لو عجبكم النوع ده من الحلقات يا ريت رجاء تدوسوا لايك وتكتبوا رأيكم في التعليقات عشان نقدم حلقات أكتر وأكتر من النوعية دي. خفيفة، والهزار والانطلاق والدم الخفيف، قمة الدلع، كل حاجة حلوة. أنثى برج الحمل قادرة إن هي تسلك فيها الطريق، بس لما تحط في دماغها. أصل أنثى برج الحمل دي حد شجاعة ومن الطراز الأول، صريحة لا تخشى المواجهة، ودايما بنقول إن ساعة غضبها بتقلب الترابيزة على الجميع. باختصار كده هي دي أنثى برج الحمل الناري. ملامحها بتحس إن عليها الهيبة، على فكرة بتحس إن الملامح بتاعتها قوية. يعني أنت إيه، لو انت الشاب انا قلت قبل كده وعايز تتعرف عليها بيبقى فيه رهبة شوية، لازم هي تديك تفتح لك المجال كده ان انت تعمل حاجة زي دي، لازم هي تبدي لك إيه الموافقة المبدئية. بتكون انت حذر دايما، ملامحها بتلاقي فيها إيه يعني صرامة شوية، او بتلاقي فيها هيبة شوية، نابع من انها شخصية قيادية على فكرة، لانها بيعتمد عليها بتتحمل المسؤولية وبتعرف إن هي تقود، بتعرف إن هي تقود جدا، بتحب الناس وبتحب الاختلاط بالناس، ولكن مش أي حد ممكن تدخله دايرة حياتها وتخليه قريب منها، وهي عندها قدرة إن هي تاخد قرارات في الناس بسرعة. هل القرارات دي بتكون صح بتكون غلط؟ على حسب، ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ولكن هي مش من البنات اللي بتدي لنفسها فترة طويلة تدرس الشخص اللي قدامها. دايما هي عندها حب ان هي تنهي التقييم بسرعة، ان هي تقيمك بسرعة، لذلك انت لو داخل حياتها خلي بالك هتاخد الرد سريعا، يعني ما تقلقش مش هتعلقك كتير، هتعرفك على طول قراراتها، لأن هي كمان من الأبراج الصريحة جدا على سيطر الأول والأخير عليها. لا ده هي أنثى طموحة جدا، وبتحب دايما إن هي لا بتفكر إزاي تبقى شخصيتها قوية، إزاي إن هي توصل لمكانة معينة، إزاي إن هي تكون مؤثرة، ازاي كتير بقى. وبتخلي العاطفة مش هي المحور الاساسي او المحور الاول والاخير في حياتها. لذلك حينما بقى تكرر ان هي تلتفت للجانب العاطفي، شوف ممكن تعمل فيه ايه. تقريبا هتبقى مفيش حد يقدر يقف قدامها في النقطة دي. جانب كبير قوي وسبب كبير قوي في جاذبية انثى الحمل قوة شخصيتها وملامحها القوية اللي بتديك على طول إحساس إن الأنثى دي أنثى يعتمد عليها وصاحبة شخصية قوية. وهي على فكرة برج الحمل بقى وأنثى برج الحمل قوية الشخصية جدا، من الإناث اللي أنت بتشعر بقوة شخصيتها من قبل حتى ما تتعامل معاها ولا يكون في بينك وبينها كلام. ملامحها المعبرة وهيئتها كفيلة جدا إن هي تديك الإيحاء بكده، متمردة جدا جدا حتى على الرجل، ولكنها حينما تعشق تتحول إلى قطة أليفة. ومع هذا كله بيكون عندها القدرة إن هي تتحول، أو تقدر كمان إن هي تستغنى عنه في حالة لو عرفت إن هو لا يستحق حبها. ده باختصار كده هي دي أنثى برج الحمل. لك من النقط دي وانت بتتعامل معاها. كمان هي عندها حب عدم ظهور، او ان هي ما تبينش ضعفها لحد. يعني في بنات بتحب ان هي تلاقي حد، ان هي زي ما احنا بنقول كده تبكي على صدره. طيب ده طبيعي لأي حد او لأي بنت، بس في بنات عايزة كده باستمرار. يعني في بنات عايزة كل يوم 24 ساعة حد تبكي على صدره. بنت برج الحمل مش من الطباع دي، او مش من البنات دي. اي نعم بتبقى محتاجة ده في بعض الاحيان، ولكن مش بصفة مستمرة بتبقى عايزة تبين ضعفها. يعني صعب اوي ان هي تدمع قدامك، صعب اوي ان هي تظهر لك دمعتها، الا انت بقى لو الشخص يعني غالي عليها قوي ومفيش فرق
بينكم والموضوع مؤثر فيها بنسبة كبيرة، في الحالة دي ممكن ان هي تعتبرك مفيش فرق بينك وبينها، ولكن هي بشكل عام ما بتحبش تكون قدام الطرف الآخر ضعيفة. هي صاحبة إرادة قوية، صاحبة عند. على فكرة هي من الأبراج اللي بتصنف عنيدة وسمة أساسية في الأبراج النارية كلها، رجل أو امرأة إلى عند، ولكن برضو بيكون بدرجات متفاوتة. صاحبة المثل الشهير اللي زعلنا خسر دلعنا، أيضا باختصار كده هي دي أنثى برج الحمل. يعني أنت طول ما أنت كويس مع أنثى برج الحمل وما زعلتهاش، أنت هتشوف منها تقريبا اللي عمرك ما شفته، لأنها خلي بالكم عندها قدرة كبيرة قوي إن هي تسعد الطرف الآخر أو تسعد اللي حواليها. ولكن لما يملى دماغها وقلبها الاتنين على حد السواء، هتشوفها قمة الأنوثة، قمة الروح الخفيفة والهزار والانطلاق والدم الخفيف، قمة الدلع، كل حاجة حلوة أنثى برج الحمل قادرة إن هي تسلك فيها الطريق، بس لما تحط في دماغها. أصل أنثى برج الحمل دي حدوتة كبيرة قوي، لأن بيكون ليها أولويات تانية شوية. جاذبية أنثى الحمل قوة شخصيتها وملامحها القوية اللي بتديك على طول إحساس إن الأنثى دي أنثى يعتمد عليها وصاحبة شخصية قوية. وهي على فكرة برج الحمل بقى وأنثى برج الحمل اجتماعية، يعني تقدر إن هي تجاري الناس وتتعامل مع الناس، ولكنها عفوية شوية، مندفعة شوية، والباور والطاقة عندها عالية شوية. فعشان كده ممكن البعض ينسحب من حياة أنثى برج الحمل، لأنه بيشعر إن شخصيتها إما أقوى منه أو أميز منها. يعني ممكن تلاقي بعض صحباتها يبتعدوا عنها عشان حاسين إن هي أقوى منهم، أو واخدة الصورة أو واخدة الشو عنها أو عن متمردة، على فكرة متمردة كمان على كل قواعد الروتين والملل، ويمكن ده من أجمل ما يميز الحياة مع أنثى الحمل الناري. وكالعادة أخيرا وليس آخرا، بس عشان ما نطولش عليكم في مدة الفيديو، ما تحاولش إن أنت تغصبها على حاجة، ما تحاولش إن أنت تتعامل معاها بصيغة الأمر، اعملي نفذي، مش هتكسبها كده ومش هتنفذ غالبا كده، ولو نفذت يعني صعب جدا ان انت تقدر تسيطر عليها بالشكل ده، او خلينا نقول صعب ان انت تملكها بالطريقة دي. فاتبع معاها اسلوب العقلانية واللين، انسى الحمل بالذات، ما تتخذش معاها اي طريق من طرق العند، سواء حتى انت راجل، سواء ست، سواء هي صاحبتك، سواء اخت.